ازيك يا ستي؟ ستك يا اختي عسل، لسانك حلو. انت شغاله جديده؟ ايوه ما شاء الله. بصي بقى، انا هعمل كوبايتين قهوه علشان نعدل مزاجنا كده وتعرفي تروقي الشقه. ايوه انت طيبه قوي. بس ما تنسيش تزعفي له الحيطان، انت مفتحي لي حاجه مره واثنين وثلاثه ليه ثلاث مرات؟ وعندك بسله هتلاقيها في الثلاجه، تصطصيها وتقشري البطاطس وتصبعيها وتحطي لي الفراخ تغسليها كويس بس تشيلها من الفريزر. انا فاهمه بمسح بس ما بعملش ده كله. والله ده نظامي كده، عاجبك عاجبك، مش عاجبك اعملي برضه. حاضر يا ستي حاضر. حضر لك يا خير. سلام اضرب وتعدينا تختخ ونيشان يصور. يا تختخ ايه وفرفخ ايه؟ عامله لي مهرجان في البيت يا اخي، روقي وانت ساكته. عشان اعرف افلس يا ستي. تيجي تصدعيني انا بقول لك ايه ده، انا ماشيه ابيع ليك. المهم اعملي لي الشقه وخلصيها، واوعي تيجي عند الصندوق ده. ده 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 على الله، اديني قلت لك. يا اختي بقول لسانك عسل. انا كده خلصت كنيسه، حط بقى الصندوق ده في المكان النظيف. انت حررتيني يا رودي، وعشان كده لك عندي خبر حلو. تبقي ملكة الجان. ايه؟ تختاري تبقي ملكة الجان ولا خدامة على كوكب الارض؟ ملكة الجان او خدامة على كوكب الارض؟ ايدك في ايدي يا رودي. اكيد ملكة طبعا. بصي لفوق،